خلونا نستضيف مرة ثانية عبر السكايب حسناء بن لادن، استشارية أمومة وطفولة من جدة، راح تحدثنا عن العنف ضد الأطفال. يا صباح الخيرات. أهلا أستاذة حسناء. أهلا بكم. حياك الله. في البداية كلمينا، كيف ممكن الأسرة، لو حنتكلم عن دور الأسرة في أنها تحافظ على أعصابها في التعامل مع الطفل بحيث أنه ما تسبب له أي نوع من أنواع العنف حتى ولو كان لفظي؟ أول حاجة الواحد يقتنع قناعة داخلية أن هذا الموضوع غلط، بعد كده نرجع لوسيلتنا ودليلنا في الحياة هو ديننا. وديننا الرسول صلى الله عليه وسلم عمرنا ما عهدنا عليه الشدة أو يعني أي شيء من أنواع التأديب الشديد. نرجع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيره، يعني ليس منا، يعني ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أول حاجة يكون رادع علينا حتى نحن نرحم الصغار. بعد كده يجي بعض الأهالي يقول لك: لا، الضرب معلش زي ما ذكرت قبل شوية، كلنا انضربنا، كلنا عاد. بعض مننا يقول لنا: الضرب مذكور في الإسلام. أقول لهم: صح مذكور، ولكن لمرة واحدة فقط، ومربوط بموضوع واحد فقط وهو الصلاة. صحيح. ومو أي أحد يحق له الضرب عشان يؤمر بالصلاة، هو الشخص الوحيد اللي يحق له الضرب هو من كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمروهم لسبع وضربهم لعشر. صحيح، ولكن مين اللي يحق له الضرب؟ هو من كان يأمر لسبع وثمان وتسع وعشر. هذا معناته من كان يتابع ل 5475 مرة، مش أول مرة قال له قوم صلي ما قام يقوم يضربه. فهناك لها ضوابط وأحكام معينة. بعد كده لو الواحد راح وقري وشاف دراسات كتير تتكلم عن الآثار السلبية للتعنيف. التعنيف يعني يولد الطفل محطم، محبط داخليا وشخصيا، تحطيم وتدمير للذات. الأطفال هذول صح نقول إنه ما كلنا انضربنا ما صار لنا شيء، ولكن الصغير بيكبر وبيدرس، بيتخرج من الجامعة، وبعد كده بيتوظف في شركة، بيكون في اجتماع بيقول رأي، بينتقدوا رأيه، تلاقيه على طول سحب وتراجع عن الرأي هذا. لا يكون عنده القوة إنه يدافع على رأيه، ولا هو عن الإقناع. فلا نقول صح إنه إحنا لنا شيء، إلا لو الواحد جلس مع نفسه وراح لطبيب نفسي أو أخصائي نفسي حتى، وقاعد يتكلم عن مشاكل لنفترض بتصير مع شريك حياته أو مشاكل بتصير مع زملائه في العمل، حيرجع ويلاقي إنه السبب كان لمشاكل صارت له وهو صغير. نعم، جيد. هذا فيما يتعلق بالواضح. خلينا نتكلم على أشكال أخرى من السلوكيات المجتمعية التي تدخل في دائرة التعنيف، وقد يعتقد الوالدين أنها في دائرة التهذيب. صحيح، منها طبعا التعنيف زي ما ذكرنا وذكرت قبل كده، ولها أنواع كثيرة: التعنيف اللفظي، العاطفي، السيكولوجي، والجسدي، وغيره من أنواع التعنيف. التعنيف اللي أكثر بيوقعوا فيه الأهالي من غير ما ينتبهوا إنهم بيسووه، بيدخلوا له من باب التأديب زي ما تفضلت، بيكون التعنيف اللفظي، وهذا بيكون عن طريق الصراخ على الأطفال، تلفظ بألفاظ سيئة وشتمهم بشتائم بذيئة، وقد يكون as simple as إنه بينادوهم بأسماء الحيوانات. هذا نوع من أنواع التعنيف. وقبل كده أكيد دراسات كتير ذكرت وكتير دراسات أثبتت إنه التعنيف له أثر صحي على الإنسان، ليس فقط أثر نفسي، ومنها إنه بيضاعف 3 أضعاف فرص حصول الإنسان على أمراض القلب، وبينقص عمر الإنسان ما يقارب إلى 20 سنة، وغير إنه بيسبب أمراض السرطان في الكانسر ودي الأشياء، وبيأثر على تطور ونمو المخ والجهاز المناعي والجهاز الهرموني لدى الإنسان. وشفنا حوادث كثيرة يعني عن شخص فقد النظر أو السمع عشان أخذ كف مثلا من أحد أفراد الأسرة. أبغى أسألك، كيف يمكن إصلاح ما تم إتلافه؟ الحين الأهل بدأوا شوية يتوعون أنه أحاول أنه ما أذي طفلي بالتهديد بالعاطفة، بالعنف العاطفي أو بالعنف أيضا الجسدي، ولكن هناك ما تم إتلافه. كيف ممكن أصلح؟ صحيح، سؤال جدا مهم. كثير أمهات بيجوني بيقولوا: أنا ما كنت أضرب مرة كثير وكنت بأفقد السيطرة، والأسباب اللي بيقولوها أغلب الأمهات: ضغط المجتمع وضغط العمل وكده. أول حاجة لازم نحن قلنا أول خطوة هي أن نحن نقتنع قناعة داخلية أن هذا الموضوع غلط، عشان لو اقتنعنا أنه غلط حنصير نحن ما صحح الغلط بالغلط، لأن الأم ولا الأب يضربه بسبب أن الطفل غلط. طب لما أنت بتيجي وتضرب كمان أنت صلحت الغلط بالغلط، وهذا تعليم أسلوب غلط.
فبعد ما نكون مقتنعين انه غلط، بعد كذا ناتي للطفل ونعتذر منه ونجلس معه ونقول له انه انا كنت افعل هذا الشيء واكتشفت انه هذا الشيء غلط، عشان نعم الطفل مو فجاه يكتشف انه الام تغير اسلوبها، بس بمخه حيظل انه فعلا الضرب وسيله انا اقدر اتعامل بها مع الناس. فنجلس مع الطفل ونعتذر منه ونقول له انه هذا الموضوع كان غلط وانا يا ماما حاحاول ان شاء الله ما اقرب بعد كده، ويذكرني اذا لا سمح الله بدر مني التصرف الفلاني او اي نوع من الانواع العنف اللي كانت الام تمارسه، سواء اللفظي او الجسدي، والاباء كذلك. ثقافه الاعتذار ثقافه جدا مهمه، ما ينفع الاب يقول لا انا ما اعتذر او انا ما غلط، لازم الطفل حيكبر وحيسوي زي كذا، بكره حيسوي غلط ما حيعتذر، حيكون جيد في يعني في بيئه نعم عمل او في بيئه، لازم الام والاب يكونوا مقتنعين بهذا الشيء. معلومات مهمة إن شاء الله دائما وأبدا يصل هذا الوعي. شكرا جزيلا لك الأستاذة حسناء بن لادن، وأنت استشارية الأمومة وأيضا الطفولة.